مرحبا مرحبا بالضيوف الموجودين معك، ومرحبا بجماهير هذا البرنامج، والف الف مبروك للمنتخب اليمني ولجميع جماهير الشعب اليمني بهذا الفوز والاحتفال باول بطوله تدخل خزائن الكره اليمنيه. سامي، يعني الإنجاز ربما يعني مثل وجبة دسمة صحفيا وإعلاميا للكثير من الصحفيين، وأنت كنت حاضر بتغطية الأجواء والاحتفالات التي شهدتها الحالمة بهذا التتويج، من ذلك مقطع فيديو مؤثر مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. نود من السادة المشاهدين توقف عند هذا المقطع، ومن ثم أكمل معك بقية المداخلة. ألف مبروك للشعب اليمني على أول بطولة، على أول بطولة المنتخب للكرة اليمنية بتبقى. هذا أولا. ثانيا قد أن أجن عندما جاء هذا التعادل للمنتخب السعودي، فقد تذكرت سنان العام 2002 عندما تأهلنا إلى نهائي كأس آسيا ولعبنا مع الكرة اليمنية وهاجمنا بنظام التنجيح، لكن بفضل الله وبفضل اللاعبين وبفضل هذا المدرب سنناجينا المجوان، سنناجينا يستطيع التأهل إلى المحافل العالمية، يستطيع أن يقدم الحمد لله على الفوز. أشكرك أنت بهذه الدموع استقبلت الجماهير اليمنية بدموع الفرحة أول بطولة في تاريخ الجمهورية اليمنية. نشكر كل من ساهم في تطوير هذا المنتخب وتقديم هذا المنتخب لإحراز بطولة غرب آسيا. وأنت الخير يا بلدي يا بلدي.